أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص مسافر صلى المغرب ثم وجد جماعة يصلون المغرب فدخل معهم لنية العشاء ويريد أن يقصر الصلاة، فكيف يصنع؟ لا يدخل معهم، لا يدخل معهم، لأن صلاة العشاء ليست صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب ليست صلاة قصر، فلا يدخل معهم، يصلي وحده أو مع جماعة مثله يقصرون.